برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، دائما موعد يتجدد مع حضراتكم حول مشهد من المشاهد العربيه او المحليه او حتى العالميه، لكن المشهد المسيطر على الساحه بالطبع والمشهد اليمني في هذه الاثناء، ومع انعقاد ايضا مؤتمر الرياض الذي بدا لمده 3 أيام حتى يتم انقاذ اليمن وبناء الدوله التحديه، هذا هو العنوان الذي اتخذته هذه القمه العربيه، كذلك المتواجد في اليمن وبحضور كبير من الجانب اليمني برئاسه الرئيس عبد الرب منصور هادي ورئيس الوزراء ونائب الرئيس السيد خالد بحاح وعدد كبير من السادة المسؤولين على رأسهم طبعا الموفد الجديد إلى الأمم المتحدة ومنها إلى اليمن السيد والشيخ أحمد. بالطبع هناك أسئلة واستجوابات لابد أن نعرف الجديد منها، هناك ربما خطوط عريضة عنونت حتى يتم إرسائها في هذه القمة، هي بالطبع المحافظة على أمن واستقرار اليمن، التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليه من قبل أنصار الحوثي، عدم التعامل مع يسمى بالإعلان الدستوري وشرعنة هذا الإعلان، كذلك إعادة الأسلحة والمعدات العسكرية للدولة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، كذلك الحل السياسي وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 2216 وعودة الدولة اليمنية وبسط السلطة على كافة الأراضي اليمنية. بالطبع هي موضوعات معقدة في ظل تواصل الهدنة الذي أقرتها المملكة العربية السعودية باعتبارها هي قائدة التحالف الدولي العربي الذي يتواجد على الأراضي اليمنية، لكن للأسف أنصار الحوثي دائما ما تخترق هذه الهدنة وتستغلها في ضرب بعض الأهداف، لكن يعني القوى العربية متمسكة بالطبع بهذه الهدنة حتى يتم إيصال المساعدات إلى الأطراف اليمنية. المشهد ربما يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، هل من حلول في هذه القمة؟ هل من وضع خطوط عريضة؟ وكنا أن عرضنا بعض الخطوط، لكن بالطبع هناك مزيد من التنفيذات على أرض الواقع، وهذا ما سنتعرف عليه مع ضيفنا الكريم هو السيد جمال محسن الناشط القانوني والمحلل السياسي اليمني المتواجد في القاهرة. برحب بك سيد جمال، أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا، مشرفنا طبعا في بلدك الثاني، لكن الموضوع معقد والموضوع له أبعاد متشابكة كثيرة وربما التعقيدات تزداد يوما بعد يوم، هل من انفراجة متوقعة في مؤتمر الرياض الذي عنوان تحت عنوان إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية وما قرر الرياض لمدة 3 أيام برئاسة المبعوث الأممي وغيرها أيضا من الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية؟ الجميع عندهم في داخل اليمن وفي خارج اليمن أمل كبير في هذا المؤتمر، هذا المؤتمر امتداد للمبادرة الخليجية التي قامت في 2012. هذه المبادرة كانت قائمة على أساس جمع كل أطياف التجمع السياسي اليمني وإعطائهم الفرصة للحوار. نتج عن هذا الحوار عدد من المخرجات، من هذه المخرجات هو تأسيس الدولة الحديثة وإقامة دولة اتحادية تقوم على المواطنة المتساوية وتزيل الظلم اللي كان واقع خلال الفترة الماضية كلها. بكل أسف خرجت المخرجات حق الحوار، ولكن فيها جانبين، الجانب الأول لم يتم التمثيل من كل الفئات بصورة شاملة، الجانب الآخر اختراق الحوثيين لهذا المبادرة وهذا المخرجات حق المؤتمر في الوقت بدأت تقدم الحوثيين إلى العاصمة في 21 سبتمبر وأخذوا هذا التاريخ من أجل أن يعيدوا التاريخ مرة أخرى وانقلاب على ثورة سبتمبر التي قامت في 26 سبتمبر 62، والجانب الآخر هو عرقلة تنفيذ مخرجات الحوار. بدأت التدهور بقيام الحوثيين بإلقاء القبض على أحمد مبارك مدير عام الرئاسة، مدير مكتب رئيس الجمهورية، وهو يحمل مسودة للدستور الجديد الذي ينص فيه على كل مخرجات الحوار. طبعا الهدف من إلقاء القبض عليه وعرقلة هذا الموضوع هو عدم تنفيذ مخرجات الحوار، لأنهم وجدوا أن مخرجات الحوار هذه ستأتي على مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الوطن. ده بالرغم السيد محسن أن هم جلسوا على طاولة المفاوضات واستقروا على هذا الدستور وأقروا بما فيه ووافقوا، وكان برعاية جمال بن عمر المبعوث الأممي السابق المغربي الجنسية، ووافقوا على هذه التعديلات وهم الذي أقروها، وكان استمعنا لمخرجات كثيرة جدا، وبرغم من ذلك انقضوا على الشرعية من جديد، و زي ما تقول ان هم اسروا احمد بن مبارك وكان يحمل هذه النسخه، كانوا يحمل هذه النسخه وكانت منتظره هذه النسخه التصديق من رئاسه الجمهوريه من اجل اعاده نشرها واعاده الاستفتاء عليها من جميع فئات الشعب. وطبعا المطروح في داخل النسخه في كثيرين اخذوا على هذه النسخه، ولكن كانت هي الخطوط العريضه لقيام دوله النظام والقانون وقيام دوله اتحاديه
تزيل ما كان موجودا من ظلم وأكرسه علي عبد الله صالح وخاصة على المحافظات والجزء الجنوبي من الوطن. طيب هذا المؤتمر كيف تقيمه بوجهة نظرك؟ هل نستطيع أن نقول هو طوق النجاة بالنسبة لليمن؟ هل نستطيع تفعيل البنود التي ذكرناها منها يعني سبيل المحافظة على الأرض اليمنية، عودة الشرعنة من جديد، عودة بسط السلطة الشرعية لجميع الأرض اليمنية، عودة المعدات العسكرية للجيش اليمني الوطني، كلها مخرجات ربما تتفرع كثيرا في ظل وجود أنصار الحوثي وعدم حتى التزامهم بالهدنة المقررة لمدة أيام معدودة؟ هو طبعا لابد ان احنا نشير بصوره عامه لكل المشهد من اجل ان احنا ما نقتطع جزء من المشهد ونتكلم فقط على المؤتمر. في كثير من القوى السياسيه التي تنتقد التمثيل في داخل المؤتمر لانه تم التمثيل على عجاله، لم يتم تمثيل كل القوى السياسيه في داخل المؤتمر، ولكن في الوضع الحالي والوضع الانساني الراهن وما يحدث في داخل الارض يرى الكثيرين ان المؤتمر هو مخرج وطريق سلس من أجل إخراج اليمن من المأزق ومن المأساة التي تعاني منها. المؤتمر هذا المشاركين الآن حاليا في الوقت الحاضر طبعا روعي في عداد المشاركين تحقيق نسبة كبيرة من المناصفة، نصف من الجنوب ونصف من الشمال. هذه المناصفة تحقق نوع من العدالة، هذا جانب. الجانب الآخر وهو المهم أن الكثير من القوى السياسية، الأغلبية العظمى من القوى السياسية مشاركة في هذا المؤتمر بما فيها المؤتمر الشعبي العام، وهو أكبر الأحزاب السياسية وهو الحزب الذي ينتمي له علي عبد الله صالح. هذا طبعا أحد القيادات البارزين في داخل الانقلاب. بس في انشقاق في حزب المؤتمر يا جمال، يعني في انشقاق، الجزء يتبع لعبد الله صالح المنضم طبعا لأنصار الحوثي، والجزء الآخر هو من مثل في هذا المؤتمر بالتالي هو مع الشرعية. هذه حقيقة، ولكن أنا الانشقاق حصل من قبل ما يتحدث العاصفة. الانشقاق حصل أن نفسه الرئيس عبد الرب منصور هذه هو عضو في المؤتمر الشعبي العام، وأعلنوا قيادات المؤتمر، بعض القيادات التي انشقت عن عبد الرب منصور أعلنت عزله سياسيا بالإضافة إلى المستشار عبد الكريم الإرياني. ولكن الحقيقة الآن والمفاجأة اللي حصلت في داخل المؤتمر هو أن كبار القيادات السياسية من ضمنهم أحمد بن دغر رئيس الدائرة التنظيمية والأمين العام المساعد للمؤتمر الشرعي انضم الآن للشرعية. إلى الشرعية، وهذا طبعا يؤدي إلى نتيجة مفادها هو أن القوة السياسية الكبرى في شمال اليمن مشاركة في داخل المؤتمر، وبالتالي هذا يعطي يلجم الألسنة التي تقول أن لم يشارك الكثيرين في داخل المؤتمر. طيب أنا عايز بسألك أستاذ جمال سؤال ربما يتسم بالصراحة بعض الشيء اللي قبل ربما تكون يعني فيها شيء من الصعوبة، هل ممكن إنجاح هذا المؤتمر بأي حال من الأحوال أو نستطيع أن نعول عليه باعتباره إذا استطعنا أن نسميه خريطة مستقبل أو خريطة طريق لرسم خريطة مستقبلية لليمن في ظل تواجد الحوثي وعدم مشاركتهم في هذا المؤتمر؟ هل نستطيع أن نعول عليه أو على نجاحه في ظل غياب بعض الأطراف المؤثرة في المشهد اليمني وهي بالطبع هي المتواجدة على الساحة أو هذا الصراع المحتدم معه؟ الآن الأشخاص اللي هم موجودين، يعني نحن أنا الآن أتكلم كباحث قانوني وعضو من تشكيل قانوني الآن يعمل عمل جاد وعلى جمع الأدلة على هؤلاء الأشخاص المرتكبين جرائم جنائية. الأشخاص الغير مشاركين في هذا المؤتمر، نحن لا نقول أن كل عدم المشاركة هو مرتكب جريمة جنائية، ولكن اللي هو موجود الآن في داخل الأرض ويقوم بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد المدنيين العزل ويخرج عن طوع الدولة، هناك قانون هو قانون الجرائم والعقوبات اليمني عام 94 وهو الذي يحكم في داخل اليمن، وهناك قانون دولي بالإضافة إلى القانون الدولي، ولكن نحن نتكلم الآن على القانون المحلي. هذولا القانون الداخلي ينص على نصوص واضحة وصريحة في مسألة الخروج عن الشرعية ومسألة الخروج والخروج عن دستور البلاد. هذه الجماعة اللي هي موجودة الآن في داخل الأرض هي مرتكبة جرائم جنائية. أنا لا يمكن أن أنا أجي أشارك مجرم من أجل أنه يحدد مصير اليمن، وخاصة بعد ما ارتكب من مجال مفتوح في كل يوم، وكانت الأيدي ممدودة بما فيهم حتى نائب رئيس الجمهورية الأستاذ خالد بحاح أعلن من قبل أسبوع أن نحن نطلب من الجميع الحضور، ولكن ما زالت الحكمة اليمنية موجودة وحاضرة، ولا زالت القلوب مفتوحة بالرغم من الدم الذي يسيل، ولكن هؤلاء لن يكونوا ممثلين أعتقد، ولن يسمح لهم الشعب الذي يعاني أنهم يكونوا ممثلين، ولكن
الممثلين هم فئات المجتمع كلها، كل القوى السياسية موجودة. بس تأثيرهم الواقعي سيد جمال، يعني تأثيرهم الواقعي على أرض الواقع، يعني هل نستطيع أن نعمل هدنة مثلا طويلة المدى؟ نستطيع أن نقعد على جلسة المفاوضات؟ ما لازم يكون في حلول جذرية. يعني هدف المؤتمر إحنا نأكد على شرعية اليمن، إحنا متأكدين من شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة ممثلة في السيد خالد بحاح وكل الوزراء المعنيين بهذا الشأن، وكذلك شرعية اليمن نحن مؤكدين ونؤكد ونصر أن نحن لن نتعامل إلا مع الرئيس الشرعي من الحكومة اليمنية ومن الشعب اليمني ككل ممثل لهم. لكن فائدة هذا المؤتمر وجدياته على أرض الواقع، هل فقط للتأكيد أن هناك أطراف تحت لواء الشرعية فقط في ظل وجود مارقين عليها أو خارجين عليها من قبل أنصار الحوثي، فبالتالي نتكلم عن شرعية في مدينة الرياض ونحن على أرض الواقع نحتدم إلى المعارك؟ أي واقعية؟ يعني أنا بس هذا التأكيد، التضارب أو ميزان الميزانين يختل في هذه اللحظة. الميزان واضح والعدالة والحقيقة هي واضحة، لا جدال فيها، متفقين في ذلك، لا جدال فيها. أنا بتكلم الواقعية على الأرض بقى، الحل للشعب اليمني الذي يعاني. الواقعية في داخل الشعب اليمني برضو من أجل أن احنا نكون واضحين، القوة العسكرية اللي هي موجودة واللي هي الآن تقوم بالحرب تحت لواء علي عبد الله صالح هم من هم ينتسبوا إلى منطقة علي عبد الله صالح وينتسبون إلى هذه المنطقة، إلى منطقة الجنوب، إلى منطقة الشمال، إلى منطقة الشمال وليس كل الشمال، وإنما منطقة هي منطقة سنحان، هذه القرية اللي منها علي عبد الله صالح 90% حاول إنه يكرس طوال فترة الحكم حقه إنه يجيب كل القوى العسكرية الموجودة عشان يضمن ولاءه من أجل إنه يضمن ولاءهم، كل القيادات العسكرية 90% من القيادات العسكرية والضباط العسكريين من هذه المنطقة، هذولا يحاولوا إنهم يدينوا الولاء، ولكن هذا لا ينفي إن في عدد كبير منهم حاول إنه ينضم إلى الشرعية وهو الآن اللي يقاتل. ولكن أنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة، وهو إن الذين يقاتلوا اليوم هم المقاومة الجنوبية التي تقاتل على الأرض وتحاول إنها تمنع زحف الحوثي. الهدنة اللي قامت الآن الخمسة أيام هذه المعلنة والتي لم تلتزم بها، لم يلتزموا بها الحوثيين مطلقا، ويحاولوا أنهم يستمرون ويتقدمون في الأرض في أرض الجنوب مستغلين فترة الهدنة وعدم وجود ضربات عسكرية، ولكن يقابلها مقاومة شرسة وتقدم ضد الأهداف. في كثيرين يتخلون لهم التصور وينظرون إلى أن الوضع أنها قوات تزحف وتدخل إلى أرض الجنوب، ولكن 60% من هذه القوات والمعدات العسكرية كانت موجودة في الجنوب قبل ما تحصل هذه الحرب وقبل ما يحدث الانقلاب، لأن كان علي عبد الله صالح ناشر القوات حقه العسكرية في الجنوب من أجل أن يسيطر. الأدلة على هذه كثيرة وظهرت في أثناء الحرب وظهرت في أثناء على أرض الواقع، أنه اكتشفوا مثلا في منطقة المطار في مطار عدن اكتشفوا العديد من الأنفاق العسكرية مخزن. السرية غير مخازن الأسلحة، أنفاق على امتداد أراضي المطار تحت المطار وإلى مناطق أخرى، هذه الأنفاق يتنقلون فيها العسكريين، يعني المقاومة بعدما تنتصر في نقطة من النقاط يفاجأوا بظهور عدد كبير من العسكريين يظهرون. كيف يظهرون؟ يظهرون من خلال الأنفاق هذه العسكرية. النقطة المهمة في مسألة من أجل أنها تكون التصور، عبد الرب منصور الرئيس عبد الرب منصور حاول خلال فترة حكمه أنه يعيد تنظيم المؤسسة العسكرية ويعيد إنشاء وحدات عسكرية ويدمج وحدات عسكرية في بعضها البعض من أجل أن يكون ولاء استغل المستشفيات والمدارس والمساجد وكله، يعني أيوة. هو كانت الفكرة عند عبد الرب منصور هو أنه يعيد دمج الجيش ويعيد تنظيمه ويكون ولاء الجيش هو فقط إلى اليمن وليس لأشخاص ولا طيب. لحزب سياسي. طيب اسمح لي استاذ جمال نسمع لوجهة نظر أخرى من دكتور فهد السليمي الخبير الاستراتيجي والأمني من دولة الكويت. برحب بك دكتور فهد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا دكتور فهد، يعني في ظل هذه المبادرة الخليجية يعني كيف نعول عليها أن تكون مخرج آمن لتنفيذ مخرجات هذا الحوار اليمني وتنفيذها واقعيا في ظل غياب المارقين على الشرعية أنصار الحوثي ومن يتبعهم من الرئيس السابق علي عبد الله صالح؟ يعني كيف يتحقق ذلك في ظل هذه المعادلة الصعبة يا فندم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد يعني إذا كل العالم متفق، يعني نعم. مجلس الأمن متفق على المبادرة الخليجية، الجامعة العربية أيدت الرئيس اليمني وشرعيته، إذا كان هناك مجموعتين معارضات فهناك أكثر من 100 مجموعة موافقة، لا يمكن أن نسمح للجاني
أن نحاول أن يعني نطبطب عليه أو نستخدمه. صحيح صحيح. بينما المجني عليه موجود ويؤمن بالحوار. لا يمكن في ظل هذه الأوضاع، أنا أعتقد المفروض أن يتم اتخاذ قرارات قوية. يعني أعطيك أنا مثال، مساعدات الأمم المتحدة. الأمم المتحدة مؤسسة عاجزة، يعني المساعدات تنزل مطار صنعاء والمحتاجين لها هم في عدن وفي الضالع وفي البيضاء وفي مأرب، بينما المساعدات تنزل لصنعاء للحوثي وهو من يتحكم بها. لا يوجد موظفين دوليين للأمم المتحدة في عدن في صنعاء، لذلك هم يعتمدون على اللوكال كونتراكتر. أنا عملت في اليو أن 5 سنوات فأعرف ماذا أتكلم عنه. هم يتعاونون مع اللوكال كونتراكتر. اللوكال كونتراكتر هو إما أن يعمل مع الحوثي أو مع علي عبد الله صالح أو يعمل تحت ضغط منه، بالتالي يعني يائسة. الحل أن يتم تأمين مطار عدن وميناء عدن بالكامل. كيف نؤمن مطار وميناء عدن؟ أنا في رأيي إذا تحرك الوحدات الموالية لعبد الرب ومنصور هادي، نجمع على المنطقة العسكرية الأولى والمنطقة العسكرية اللي في عدن وفي حضرموت وفي المكلة، ولكن لا نشاهد جيوش هذه المناطق. هذا أوبشن 1. الخيار الثاني، لماذا لا يسمحون للمتطوعين من أبناء الجنوب سواء من الداخل والخارج وأن يدخلون عن طريق المركز الحدودي أو عن طريق السفن؟ يعني هناك حلول كثيرة، لكن إذا نعتمد على حلول الأمم المتحدة وتراخيها، فهناك العديد من القضايا العربية مائعة في مجلس الأمن، ولا يمكن أن نعول على الحقيقة على الأمم المتحدة. أنا أعتقد علينا أن نعول على قدراتنا الذاتية وأن يتم فرض أمر حتى وإن كان بالقوة. يعني إذا كان هناك فصيلين معارضين يتحكمون في مصائر الناس فهذا الشيء غير مطلوب وتاريخيا غير مطلوب، وتاريخيا يجب أن تستخدم القوة. البوسنة والهرسك موجودة، الصراع اللي في كوسوفو دائما يجب أن تستخدم القوة لردع المعتدي. المعتدي إذا لم يشاهد قوة قاهرة تجبر على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لن يتحرك، إذا شاهد أن هناك استجداء لن يتحرك. القوة المجبرة peace enforcement فرض السلام هو أعتقد من الأمور الهامة، ويجب أن نهتم في الوضع الحالي الحقيقة في المحافظات الجنوبية في اليمن الجنوبي السابق أو في جزء الجنوبي. طيب دكتور فهد، يعني استكمالا لكلام حضرتك اللي أنت بتقوله أن المساعدات لا تصل إلى من يستحقون ذلك، وتمديد الهدنة وضع ربما هو مطروح على الطاولة في ظل هذا المؤتمر الهام الموجود في الرياض، يعني هناك مطالبات بتمديد هذه الهدنة في ظل خرق واضح جدا من أنصار الحوثي، يعني كيف نمدد هدنة وتخترق من الجانب الآخر ويستغلوا هذه الفرصة على الأرض واقعيا لضرب العديد من الأهداف الخاصة بهم؟ هل تمدد الهدنة أم لا تمدد بأي حال من الأحوال؟ أنا أعتقد لو استمعنا إلى كلمة نائب الرئيس اليمني خالد البحاح قال يعني هو مع تمديد الهدنة ولكن مع الشروط، الشروط أن تلتزم جميع الناس في الهدنة. لا يمكن أن تلتزم مجموعة في هدنة والمجموعة الأخرى تخرق الهدنة. الحل أن يتم تقوية المناطق الجنوبية وعدن بالذات، تأمين ميناء عدن، تأمين مطار عدن، وبالتالي تكون العملية أسهل وأقرب. كيف نؤمنها من وجود العناصر هذه؟ أنا أعتقد لابد من دخول قوة، يعني ويجب أن يكون هذا الخيار إما أن تكون قوة متطوعين يمنيين أو القوات العسكرية اليمنية التي تدعي أنها موالية للشرعية. هذا هو يعني أحد الخيارات الموجودة وهو الخيار الأقرب والأفضل والأنسب. طيب سؤال برضو ذو مغزى دكتور فهد، يعني تحدث أيضا أن هناك بعض الاقتراحات بأن يصبح اليمن عضو من أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، فبالتالي يكون له مع الدول الخليجية وعليه مع الدول الخليجية، لكن يصعب التنافس أو تكون هذه الدولة من ضمن أو مصاف الدول الخليجية نظرا لفقرها، ربما لا تتناسب دخولها أو حتى مواردها مع الموارد الدول الخليجية، فبالتالي يصعب تنفيذ هذه الخطوة وبناء جيش يتماثل معه. يعني كيف تقيم هذه الخطوة في ظل هذه أيضا الحديث عن هذا الحوار؟ بالعكس، يعني أنا مع انضمام اليمن لدول مجلس التعاون الخليجي. يعني دول مجلس التعاون الخليجي ليس نادي للأثرياء، عندنا البحرين دخلها من الدخول المتوسط، عندنا عمان نفس العملية، الاتحاد الأوروبي خير مثال، في دول فقيرة وفي دول غنية، لكن هو دخول اليمن وبمراحل وبخطة محسوبة، يعني يكون في الأول في المؤسسات التعليمية والثقافية والاقتصادية إلى أن يتم الحقيقة هذا التأهيل. وهذا حدث أيضا في حلف الأطلسي، هناك دول أصبحت عضو مراقب إلى أن تم تأهيلها بالكامل، تأهيل القوانين، تأهيل الاقتصاد، تأهيل التعليم، أمور كثيرة، وبالتالي يدخل. ولا في مانع أن أيضا حتى يخش مجلس التعاون اللي هو الأردن، ولا في مانع يخش مجلس التعاون مصر، ولكن هي العملية محتاجة إلى خطة مدروسة.
هو نادي للعرب، هو مجلس التعاون الخليجي ليس ناديا للأثرياء، هو عضويته للأخوة العرب الذين يتوافقون مع السياسات ويؤمنون بإقليم عربي قوي متحد مستعد لدرء المخاطر. نعم. طيب دكتور فهد، يعني السؤال الأخير يتحدث أيضا عن ربما سؤال ذو صلة بالطبع، هو يتحدث عن اللقاء الذي كان ما بين القادة العرب وبين الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وتحدث فيه أن أمريكا تدعم وهي المدافع الأول عن خطوط العرب أو خطوط الدول الخليج، وهي التي ستدعم أي اختراق لها في أي حال من الأحوال. البعض فسر هذه الخطوة أو هذا الحديث بأنه المسمار الأول في نعش القوى العربية المشتركة التي أقرت في مؤتمر شرم الشيخ، وبالتالي ربما هي تدافع كخطوة أولى عن اليمن الآن، فهناك ربما يكون تراجع في ظل هذا الاتفاق. يعني حديث حضرتك أو رأيك في هذا الموضوع؟ لا أعتقد، نحن لا نريد الأمريكان أن يدافعون عنه، ولا نريد الأمريكان أن يدافعون معنا، ولكن إحنا علينا أن نكون عقلانيين. أمريكا دولة كبيرة ورسمت الاستراتيجيات الدفاعية لهذه المنطقة بالتعاون مع دولنا وقياداتنا، لكن إحنا همنا، وهذا أنا متأكد هم القيادات السياسية، يؤمنون تماما أن الأمن لدول مجلس التعاون الخليجي ينطلق من بناء القدرات الذاتية، بالقدرات الذاتية الخليجية الدائرة العربية. نعم. الأمريكيين لهم مصالح، وبالتالي يحتاجون للدفاع عن مصالحهم وليس للدفاع عن للدفاع عننا. نحن سوف ندافع عن مصالحنا مع الأخوة العرب. إذا بشكرك شكرا جزيلا دكتور فهد الشليمي الخبير الأمني والاستراتيجي من دولة الكويت الشقيقة، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات العربية، شكرا جزيلا. طبعا استمعنا لوجهة نظر، يعني ربما وجهة نظر محترمة جدا، يعني لابد أن تقدر جدا. أنا طبعا هو دارس جيد جدا للكويت لليمن وتدرسها جيدا، وعارف المناطق التي يتواجد فيها القتال المحتدم وتوصيل المساعدات، يعني طبعا اسمح لي طبعا أن أنا أقدم الشكر الجزيل للدكتور فهد على هذا الطرح اللي طرحه، هو بالفعل طرح واقعي، وحقيقة للأسف أن اللجنة العليا للإغاثة هي تحت إشراف الأمم المتحدة، وبالفعل فيها الدكتورة نادية السقاف ومجموعة من الوزراء، ولكنهم لم ينظروا إلى الوضع اللي موجود في داخل الجنوب. الوضع الإنساني في داخل الجنوب أكثر من مأساوي، الآلاف من القتلى يسقطون، انعدام المواد الغذائية، انعدام الكهرباء، انعدام المياه، يعني حتى مياه الشرب للأسف الناس لم تجد مياه الشرب، تشرب الآن من آبار ملوثة، والكثير من المئات يسقطون نتيجة لتلوث المياه. الأكل طبعا لانعدام الغاز، الناس يأكلوا حبوب يدقوها بالأحجار من أجل أنهم يقدروا أنهم يأكلون حبوب بقوليات. وضع إنساني، الأطفال والنساء يموتون كل يوم. بكل أسف المساعدات الغذائية تذهب إلى صنعاء وإلى ميناء الحديدة ولا تذهب إلى ميناء عدن، طبعا لحجة بسيطة، وهم أنهم يقول لك أن بالفعل الشخص اللي هو الرابط أو الشخص المحلي اللي هو ممكن أن يرتبط بالأمم المتحدة من أجل إعادة التوزيع غير موجود أو موجود. ميناء عدن جزء كبير منها وهي ميناء البريكة هو موجود بيد المقاومة الجنوبية. كان المفترض أن السفن أنها تقدر أنها توصل إلى هذه المناطق. ميناء المكلا الآن في داخل حضرموت أيضا موجود وليس تحت يد الحوثيين، من الممكن أنها توصل إليه مواد غذائية، وخاصة وأن أيضا الوضع في حضرموت برضو نفس الطريقة، وضع مأساوي، الناس يعاني من انعدام المواد الغذائية، يعاني من انعدام الوجود، يعاني من انعدام كافة السبل المعيشية، يعني حتى المضادات الحيوية البسيطة، حتى الأكسجين معدوم، يعني الناس كثيرين قتلى، المستشفيات شبه مغلقة. المأساة الكبرى أن الحوثيين يستغلون الهدنة ويعقدون اجتماعاتهم في داخل المستشفيات. الوضع الإنساني حقيقة، الهدنة هذه استغلها الحوثيين أسوأ استغلال. حتى المواد الغذائية اللي توصل إلى شمال اليمن في الحديدة واللي وصلت إلى صنعاء أعيد توزيعها توزيع خاطئ، بأنهم لا يوزعون ولا يعطون أشخاص إلا فقط
للي هم يؤيدون الانقلاب ويؤيدوهم. يعني حتى يعني اللي هم المشرفين على الحارات او عقال الحارات اللي في داخل صنعاء يجمعون البطاقات الخاصه بالناس ويعيدوا تصنيفها، هذا من حزب الفلاني اذا هذا الحزب لا يسمح له ولا يعطى له مواد غذائيه، الشخص الاخر لانه من الحزب حقنا ومن مجموعتنا ومؤيد لنا ياخذ مساعدات. طيب. الوضع الانساني فعلا وضع في امس الحاجه لكل مساعده انسانيه وفي امس الحاجه للتدخل، ولكن انا دائما وكثيرين مثلي والاف يعولون التعويل الاكبر على المقاومه الجنوبيه الموجوده في داخل عدن والمحافظه والجنوب. هذه المقاومة إذا سلمت بالفعل سلاح ما أنت لا تتخيل الوضع، إذا سلموا ووصل لهم سلاح فيستطيعون أنهم يسيطرون على الوضع بكل أريحية. في جانب آخر أريد أن أشير له وهو جانب هام، أن هناك في مؤتمر الرياض تم دعوة عدد من الشخصيات القيادات الجنوبية، وهذا نحن كجنوبيين نقول والله أن هذا قد يأتي بثمار، ولكن ما زلنا أنه لابد أن يكون الممثلين هم ممثلين من المقاومة الجنوبية. الآن الموجودين في داخل الرياض عدد من القيادات الجنوبية موجودة في داخل الرياض تم استدعائهم، من ضمنهم الرئيس حيدر أبو بكر العطاس، الرئيس علي سالم البيض، الرئيس عبد الرحمن علي الجفري. هذه الشخصيات هي شخصيات جنوبية وكانت شال أخذ على عاتقها تحرير الجنوب. هذه الشخصيات الآن موجودة في داخل الرياض، من الممكن وهم كانوا في على خلاف كبير من الممكن أن يلتقون ومن الممكن أن يوصلون صوت الأبناء الجنوب الحقيقي للأهل الرأي. طيب خلينا نتعرف برضو على المشهد عن قرب من الرياض. معنا السيد عبدالله اسماعيل الكاتب الصحفي اليمني المتواجد الآن في الرياض. سيد عبدالله تحياتي لك، وكيف هي الأمور عندك الآن في الرياض في ظل حضور هذه الاجتماعات والتواصل ما بين القوى السياسية المتواجدة الآن على الساحة في هذا المؤتمر الهام في الرياض؟ مساء الخير. هنالك مشهد جميل ومشهد رائع جسده مؤتمر الرياض اليوم بحضور لمختلف الالوان. طيب دعنا في الصوره استاذ عبد الله، يعني خلينا في الصوره معاك، ايه المتواجد، من المتواجدون، من هم الحضور، من الذين حضروا هذا المؤتمر من الاحزاب السياسيه، القبائل المتواجده، الشخصيات الاجتماعيه، يعني دعنا في الصوره مباشره الان لو انت متواجد في هذه القاعه وحضرت هذه الاجتماعات. انا مشارك في المؤتمر. الحضور في مؤتمر الرياض حضور متعدد، جميع الوان الطيف السياسي والاحزاب ممثله في الرياض، جميع المنظمات، المكونات السياسيه، المكونات الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب، الشخصيات الاجتماعيه، الجميع بشكل رائع. كل من شارك في مؤتمر الحوار الوطني الذي استمر لتسعه اشهر شارك اليوم، وهنالك من لم يشاركوا في مؤتمر الحوار كان لهم حضور اليوم. الجميع حتى المؤتمر الشعبي العام بقيادات الصف الاول الذي انشقوا عن علي عبد الله صالح او تركوا التحالف ما بين علي عبد الله صالح وما بين الحوثي كانوا متواجدين اليوم. لم يغب عن هذا المؤتمر الا الحوثيين فقط وعلي عبد الله صالح. هذا باختصار شديد، الجميع ادركوا اهميه اللحظه وخطوره اللحظه على 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 اليمن ككل. الجميع يرى انه امام عدو لا يفرق بين حزب وحزب، ولا بين شخص وشخص، ولا بين محافظة ولا محافظة، ولا بين شمال وجنوب. نعم. هنالك هنالك عدو يعني يحقق جندة إقليمية معروفة يريد أن يقتل اليمنيين، أن يختطف الدولة، وبالتالي الجميع هنا أدركوا ذلك، خطورة ذلك، فعمدوا إلى الاستماع وإلى مناقشة الأمور. سيد عبد الله، يعني من المعلوم أن هذا الاجتماع أو المؤتمر يستمر لمدة فعاليات لمدة ثلاثة أيام، هل من مخرجات أو القرارات وردت حتى هذه اللحظة؟ هل هناك خروج لأي قرارات أو حتى رسم معالم للقرارات التي ستخرج بها خلال الأيام القادمة بأي حال من الأحوال؟ هنالك بيان سيكون هو بيان الرياض، سيخرج عن مؤتمر الرياض، يؤكد على مختلف القضايا التي تم التأكيد عليها
في مخرجات الحوار الوطني، يؤكد على محورية وأهمية القضية الجنوبية وضرورة معالجتها علاجا مناسبا وملبيا لطموحات الإخوة في الجنوب. هناك قرارات تتعلق بالدستور اليمني وأهمية الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة الدائمة. هناك قضايا وقرارات تتعلق بموضوع إعادة الشرعية ودحر الانقلابيين في اليمن وتزويد المقاومة ودعمها بالأسلحة وباللوجستيك وبما يدعم موقفها أمام الحوثيين وعصابة صالح. كل هذه طبعا اليوم كان هنالك مشروع لبيان ختامي سيتم مناقشته في الغد ليصدر إن شاء الله بعد الغد بإذن الله يكون ملبيا لطموحات اليمنيين في كل مكان. طيب. يؤجل القضايا الخلافية التي ليست وقتها الآن إلى وقت يعني قادم إن شاء الله يتخلص فيها اليمن أولا من العصابة الانقلابية التي اختطفت الدولة وقتلت الناس وما زالت تقتلهم في كل مكان في الجنوب. طيب. وفي الشمال في تعز وفي عدن وفي لحج. طيب. وفي أبيان. سيد عبدالله، سؤال من شقين، يعني هل الهدنة خلاص تدخل أيامها المعدودة للانتهاء وربما تنتهي، هل هناك أي حديث عن تجديد هذه الهدنة؟ هذا هو الشق الأول من السؤال. والشق الآخر، المساعدات كما استمعنا ومعنا ضيفنا الكريم السيد جمال محسن وهو ناشط حقوقي وقانوني يمني، يعني كيف تصل مساعدات لمن يحتاجونها بالفعل؟ لا تنزل هذه المساعدات من الطائرات في مطار صنعاء وبالتالي لا تصل بأي حال من الأحوال إلى من يحتاجونها ولا تصل إليهم بأي حال من الأحوال. هل تم تطرق لهذه النقاط الهامة والجوهرية في هذا المؤتمر؟ بالتأكيد، وكان هنالك حديث عن تمديد للهدنة، كان هنالك طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بتمديد للهدنة لمدة 5 أيام، وكان هنالك رد من المؤتمرين ومن نائب رئيس الجمهورية بأن الأمر منوط بمدى التزام الحوثيين خلال بقية الهدنة الأولى. ما فيش التزام الأول سيد إسماعيل، يعني سيد إسماعيل ما فيش التزام الأول، يعني من أول يوم ليس هناك أي التزام بهذه الهدنة. صحيح. يعني هذا أنا لا أتوقع. السيد جمال، السيد جمال محسن يتواصل معك يا أستاذ عبد الله. كيف الحال يا أستاذ عبد الله؟ طبعا اعتقد ان الواقع الان والحاضر نحن كجنوبيين نتكلم ان الحوثيين لم يلتزموا يوما بالهدنه، وطوال الايام السابقه وهم يكيلون كافه المناطق قصفا وقتلا واعتداء، وقاموا فعلا بهتك النسيج الاجتماعي وازادوا الكراهيه واستغلوا هذه الهدنه فقط من اجل انهم يزيدوا امتدادا ويزيدوا امعانا في اذلال ابناء الجنوب. هؤلاء قاموا في خلال فترة الهدنة بالمزيد من القتل والمزيد من التجويع والمزيد من مصادرة الأموال ونهب المنازل ونهب المحلات، وحتى القليل الكفاف الذي كان يغطي المواطنين بل أنهم اتجهوا إلى جر المواطنين من داخل بيوتهم في داخل مدينة كريتر من أجل والتواهي والمعلة، وتفجير عدد من البيوت أيضا في بعض المناطق منها أبين ومنها شبوة من أجل ماذا؟ مستغلين فترة هذه الهدنة. نحن كجنوبيين نرى أنه تمديد الهدنة سيكون مزيدا من البلاء والاعتداء علينا. حقيقة هي الهدنة إنسانية، ولكن لم نرى من إنسانية الهدنة أي شيء، ما وجدنا إلا الاعتداء فقط. نسمع سيد إسماعيل. تفضل سيد إسماعيل. ألو. تفضل سيد إسماعيل، معك تفضل. يعني أخي جمال لم يتركني لأكمل الرد. ليس هنالك اتجاه من المؤتمر ولا من الحكومة الشرعية، ولا أعتقد حتى من التحالف أن هنالك أن يكون تمديد للهدنة، لأن الحوثيين بالفعل استخدموا هذه الهدنة لتحركاتهم لمزيد من التجييش لمزيد من ترتيب الأوضاع. وبالتالي أنا قلت ماذا حدث في المؤتمر، كان هنالك طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومة الشرعية قالت أنه منوط بالتزام الحوثيين، وحيث أن الحوثيين لم يلتزموا بذلك بل وصلوا إلى درجة أن يحاصروا كريتر ويطلبوا من الناس أن يخرجوا في مظاهرات، وإلا لن تعود لهم الكهرباء والمياه ولن يصل إليهم أي إمدادات. هذه عصابة إجرامية، يعني
تحاصر تعز، لم يصل إلى تعز شيء إطلاقا من أي مساعدات إنسانية. يحاصرون عدن، يحاصرون الضالع، ويحاصرون شبوة وغيرها، وبالتالي ليس هنالك أعتقد حديث عن هدنة إنسانية. سيكون هنالك يعني تصاعد في عملية المقاومة ودعم المقاومة والعمليات التحالف العربي. نعم. هذا ما يمكن ما نشاهده خلال الأيام القادمة باعتبارنا الحوثيين يعني لم يستجيب. يعني سنتواصل على مدار الساعة نرى الجديد في هذه القمة. بشكرك شكرا جزيلا السيد عبد الله إسماعيل الكاتب الصحفي اليمني المتواجد الآن في القمة، قمة الرياض، المتواجد الآن ويتوقع لمدة 3 أيام. شكرا جزيلا لك هذه المعلومات. يعني ربما يكون دقائق معدودة سيد جمال نستمع فيها لبعض التحليلات ممن يتواجدون في هذه القمة أو حتى المتابعين للشأن اليمني. طيب ربما تكون مسارات مؤتمر الرياض تسير في 3 خطوات بالتوازي، وهي مسار طبعا تأكيد على قرار 2216 والثاني يتمثل في إعادة الإعمار والثالث يتمثل في تشكيل وحدة جيش وطني. يعني كيف نتحدث عن هذه القوة الثلاث التي تسير بالتوازي معا؟ نتحدث محور محوري. أنا أضيف بس محور رابع وهو مهم وهي القضية الجنوبية. نعم. لأنه هذا المحور هو الذي تكلم به عند افتتاح المؤتمر رئيس الجمهورية، وهي القضية تقريبا المحورية والمركزية هي قضية الجنوب. هي هذه القضية الأساسية، لأنه ما يحدث الآن من حرب ومن اعتداء من قوات الحوثي هو موجود القوات وتتمدد وتحاول أن تقصف وتضرب الآن في الجزء الجنوبي من البلاد. هذا جانب. الجانب الآخر وهو أيضا جانب إعادة تشكيل الجيش الوطني. يعني أنا أعتقد أن طبعا المثال واضح، ونقول دائما ربي يحفظ جيش مصر، لأن جيش مصر هو جيش وطني وولاؤه الأول، وهو طبعا مثل يقتدى به أمام للدول العربية كلها، أن جيش مصر ولاؤه الأول والأخير هو لمصر. نحن للأسف انشقاق الجيش وانقسام الجيش ووجود عدد كبير من أعضاء الجيش يؤيدون أشخاص، هذا هو سبب المأساة، وهو أعتقد أنه من المسارات التي يتجه إليها مؤتمر في داخل الرياض ويهتم بها هو إعادة تشكيل الجيش وتشكيل جيش وطني يكون ولاؤه الأول والأخير إلى الوطن وليس لأشخاص. هذا بالنسبة للمسارين اللي أنا أعتقد أنهم هم المسارين المهمين، بالإضافة إلى أنه الكثيرين يأملون من أن مؤتمر الرياض يكون مؤتمرا تمهيدي من أجل أن يتم بالفعل مشاركة كافة القوى الوطنية التي يتم انتخابها أو اختيارها من داخل الوطن، من داخل أبناء الوطن، وهذا طبعا كثيرين يعولون عليه، وننتظر إلى حل القضية المحورية وهي قضية الجنوب. طيب عايز أسألك سؤال تاني. يعني ربما اليمن خلاص ستتحول من الدولة البسيطة إلى الدولة المركبة أو دولة اتحادية كما أصطلح عليها، التي تتكون من 6 أقاليم، كل أقليم له موارده الخاصة، له حدوده الخاصة به، وربما الكل ينطوي تحت لواء اليمن. جدوى هذه الخطوة وفعاليتها وتقسيمتها، وفي ظل بعض المحافظات ربما تكون أو بعض الأقاليم تكون هي الغنية نفطيا وبعض الأقاليم الأخرى هي الأفقر، يعني كيف هذه التركيبة المعقدة أو كما سموها دولة مركبة؟ هي طبعا هذه التجربة بالنسبة لتجربة الفيدرالية أو تجربة الدولة الاتحادية هي موجودة في أنحاء كثيرة من العالم. أنا أنتمي إلى محافظة هي محافظة حضرموت، من أجل أن أنا أعطي مثال لك وللآخرين. محافظة حضرموت هذه تعطي الدولة، هي مساهم رئيسي بنسبة 75% من الدخل حق الدولة. نحن الآن في العقد الثاني من القرن 21، ومع ذلك هناك الكثير من المناطق في داخل حضرموت مهملة من التنمية. طوال 24 سنة أو 25 سنة للوحدة اليمنية لم ينشأ فيها مدرسة. المناطق اللي يصدر منها أو يستخرج منها النفط إلى اليوم لا يوجد فيها كهرباء ولا توجد فيها مياه ولا توجد فيها أي خدمات خاصة بالدولة. من المتسبب في ذلك؟ المتسبب يعني عبد الله صالح هيشيل يعني أو يقدر هو اللي نقول هو اللي عمل ده كله؟ المنظومة الحكم كلها ركزت على تنمية الشمال الخاص به، تنمية المناطق، يا ريت الشمال كله ولكن بس فقط المناطق الخاصة به. طوال هذه 25 سنة المتحاورين عندما جلسوا في فترة طويلة من أجل أنهم يخرجون بمخرجات الحوار وجدوا أنه بالفعل هناك الكثير من المناطق المظلومة والتي لا لم يمسها التنمية لا من قريب ولا من بعيد طوال ربع قرن. بالتالي وجدوا أنه أفضل الخيارات هو أن يتم تنمية
عن طريق أبناء المجتمع أنفسهم. يعني وجود الدولة الاتحادية وإعطاء الصلاحيات الكاملة لكل الناس لكل إقليم، فهذا طبعا الصلاحيات كل إقليم يعرف كيف يدير موارده. وطبعا ليست وفق المسودة حق الدستور أنه لا توجد كل لا تعطى كل الموارد لهذا الإقليم، وإنما جزء من الموارد تعطى للدولة المركزية. طيب من أجل أنها تعيد توزيعها على المناطق الفقيرة. طيب عشان إحنا قدامنا يعني خلاص لازم نختم هذه الحلقة، يعني نتكلم عن سؤالين في إجابة مقتضبة. هل تتخيل أو ربما يدور في مخيلتك أن يكون تدخل بري في القريب العاجل وعدم جدوى هذا الضربات الجوية فقط؟ يعني وجهة نظرك في هذا الموضوع سريعا. إذا استطاعوا أن تصل إلى المقاومة الجنوبية في داخل الأرض أسلحة ومواد ودعم استراتيجي، سيستطيعون أنهم يحسمون الوضع ودون الحاجة إلى دعم بري أو دخول بري للقوات، لأن كل الجنوبيين مجمعين على أنهم يقاوموا هذا الزحف. طيب لو حابب تضيف أي كلمة أخيرة قبل ما نختم الحلقة. والله نحن دائما ندعو إلى السلام، ونحن أبناء الجنوب ندعو دائما إلى السلام وندعو إلى عدم الحرب، ونقول للحوثيين وعلي عبد الله صالح أنتم تتجهون إلى اتجاه يخالفكم الرأي، وهذه الحرب التي تقوموا بها هي حرب عبثية لا معنى لها سوى مزيد من الدماء، ولا يوجد أي جدوى بها، ومن يسقطون هم يسقطون من المدنيين العزل الذين لا طائل لهم من هذه الحرب، وأيضا يسقطون من الطرف الآخر بلا نتيجة. في الأخير العالم كله يقف يد واحدة مع الشرعية، وكل ما حققتوه في الأرض سيتم دحركم منه. أشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا سيد جمال محسن ناشط القانوني والمحل السياسي، شرفتنا. شكرا جزيلا، شرفنا دائما. وننقل طبعا تعازينا، نستغل الفرصة ان احنا ننقل تعازينا للقضاة الذين سقطوا في الأمس. بالفعل هذا شيء كل إرهاب في كل ناحية، ألم كبير. الحمد لله على كل شيء، لكن الكل يضحي من أجل الوطن. لكن في ختام هذه الحلقة بعد ما تفضل بشكر السيد جمال محسن، أطرح سؤال، يعني متى سيعود اليمن لكي يصبح اليمن السعيد كما عرفنا في التاريخ السابق؟ إن شاء الله سيعود في فترة لاحقة، لكن الإجابة خلال الأيام القادمة. بشكركم على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتقبلوا تحيات فريق العمل، بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله.